اكشن اي جي كولج. الو هذا ايوه اروح انا بصور حلقه دلوقتي ممكن اكلمك بعدين. شكرا صراحه انتوا وحشتوني جدا وزي ما انتم شايفين دقن طولت وبتاع. انا عايز اسال سؤال، ايه اللي خلاك تفتح الفيديو ده؟ ممكن مثلا دلوقتي تقول بتتابع ايجيكولوجي فعايز تشوف الحلقة الجديدة، او مثلا ان حد من اصحابك او معارفك عمل شير للفيديو او قالك عليه فبالتالي فتحته. الاجابة دي مش عجباني الصراحة. ليه برضو فتحت الفيديو ده؟ انا عايزك تفكر كويس، مين اخذ القرار انك تفتح الفيديو ده؟ ايه الهبل ده؟ انا طبعا. حلو، مين بقى اللي ادى القرار لايدك تدوس على اللينك او الفيديو عشان تشوف؟ مخك مثلا؟ التلاتة رطل من الخلايا العصبية اللي موجودة في جمجمتك؟ ايدك مثلا لوحدها قررت ولا حاجة تانية؟ الفيلسوف والرياضي المبهر رينيه ديكارت معروف بجملته الشهيرة أنا أفكر إذا أنا موجود. المشكلة كانت في الأول إنه عايز يثبت وجود، فهل مثلا يعتمد على حواسه كدليل إنه موجود؟ حواسه كانت بتغلط، كان بيتهيأله إنه بيسمع أو بيشوف حاجة وهي مش موجودة، بس اللي توصل له هو إن الدليل إنه موجود هو إنه بيفكر هل هو موجود ولا لا. فحله كان انه يمشي بفكر فلسفي احنا عارفينه النهارده بحاجه اسمها الدوالزم. الدوالزم بيقول لك ان انت عباره عن جسم وحاجه مسؤوله عن التفكير والوعي. انا مش هكدب عليكم، في مجموعه من المجتمع العلمي مقتنعين ان انت عباره عن جسم بس، شويه اعضاء كده في بعض وخلاص. مشاعرك واحاسيسك ما هي الا عباره عن نشاط في مخك. شخصيتك الجميله دي ما هي الا عباره عن حصيله اشارات كهربائيه في عقلك. دي فئه مش محتاج اقول لكم يعني الناس مش بتحبهم قوي الصراحه. وفي فئة بقى تانية بتقولك لا يا اخوان، الجسم مهم بس في حاجة تانية اسمها الروح. واعتقد ان ده وقت مناسب اني اعرف كلمة روح اللي هنستخدمها في باقي الحلقة دي. فلسفيا الروح هي الحاجة اللي مش بتموت اللي بتحدد هوية الشخص وكيان. يعني لو تخيلنا ان عندنا واحد اسمه سامي، انت سامي لان روحك روح سامي، وروح سامي مختلفة عن روح ايجيكولوجي، مختلفة عن روح كل الناس التانية اللي في العالم. ايوه هات كوباية القهوة دي كده مصورتي سادة مش كده؟ يعني مش محتاج اقول لكم ان النقاشات العلمية والفلسفية عن الروح معقدة جدا، لان كمان في حاجة اسمها المايند او العقل، ودي طبعا تختلف عن الروح. هي الفلسفة دي اللي جايبانا ورا والله. في علم النفس العقل هو الكيان المسؤول عن الوعي والتفكير والتحليل. ركزوا بقى كده معايا، بالرغم من ان المخ موجود جوه الجسم، العقل حاجة تانية. يعني العقل غير المخ، يعني مخك اللي بيتنقل فيه الاشارات الكهربائية دي بتخلق وعي وتفكير وتحليل اسمه عقل. انا بقول لكم يعني الموضوع متعب فاعذروني، بس يعني خلاصة الموضوع ان في ثلاث حاجات. انت كسامي عندك جسم سامي اللي بيفعل، عندك عقل سامي اللي بيفكر ويحلل الدنيا، وروح سامي اللي بتخليك سامي. بس خلونا نبص على الثلاثة دول من منظور علم. الجسم وسهل تعمل اختبارات علمية عليه، يعني مثلا ممكن تسمع التسجيل زي ده وتقول لنا انت سامع ايه، وبناء عليه نقول لك انت سامعك ضعيف ولا لا. بالنسبة للعقل ففي برضه اختبارات نقدر نعملها نقدر نقيس بيها التفكير والوعي. في دراسة مثلا في 2013 حاولوا يشوفوا ازاي يقدروا يقيسوا وعي المخ، وبقياس نشاط المخ قدروا يطلعوا نموذج للوعي. بس المقصود من ذكر الاختبارات دي يعني هو ان العلم يقدر يدرس العقل والجسم. يبقى فاضل حاجة واحدة، الروح. انك تحاول تلم بموضوع الروح من ناحية علمية حاجة صعبة جدا. العلم بيحاول يمسك دليل ملموس على اي حاجة من خلال اختبارات، بس انت هتجيب دليل ازاي على حاجة بالتعريف بتاعها ملهاش دليل علمي؟ بس ده طبعا مش معناه ان مفيش تاريخ لدراسة الروح في المجال العلمي. في مقال اتنشر في 2011 اسمه Understanding Brain, Mind and Soul، او فهم المخ العقل والروح، الكاتب بيتكلم على موضوع البحث العلمي عن الروح. ايه يا اخوانا بتلعب ايه حاجه غير ذا ايليت برين؟ زمان لما كانت الاساليب العلميه محدوده شويه معظم الكلام كان على مكان الروح في الجسم. العلماء والفلاسفه ما كانوش بيتكلموا قوي عن طبيعه الروح على قد ما كانوا بيحاولوا يدوروا عليها. معظم المفكرين العلميين البارزين قالوا ان لابد ان الروح تكون موجوده في مكان في المخ. هم اختلفوا على المكان بالتحديد جوه المخ، بس مش مهم، الروح جوه المخ. بس كل الكلام ده كان مبني على كلام شويه ناس علميين على قهوه منطق، زي كده مثلا لما انت واصحابك فيها الطقم الفني لمنتخب مصر في كاس العالم، ما كانش فيه دليل واحد علمي محترم على مكان الروح في الجسم يعني، او على حسب ما قريت. بس كل الكلام ده اتغير في 1911 في واحده من ادهش وارعب واغرب الاختبارات اللي انا قريت عنها. استنوا بس احط كوبايه على الارض عشان احتاج ايدي. الحدوته بتاعتنا بتبتدي في 1907. في الوقت ده نظريه تشارلز داروين عن التطور والانتخاب الطبيعي كانت بدات تنتشر. كتاب On the Origin of Species بتاعه اتنشر في 1859 او حوالي 50 سنه قبل قصته، وكان في واحد مضايقه جدا بعض التلميحات بتاعت نظريه التطور. الشخص ده كان طبيب امريكي اسمه دانكن مكدوغل. في احدى المصادر اللي شفتها كانوا بيقولوا ان مكدوغل كان شايف ان نظريه التطور بتساوينا بالحيوان، وقام قايل لمراته على الغدا في يوم الراجل اللي اسمه داروين ده حمار. هو يعني بصراحه ما قالش كده خالص، وانا ما اعرفش هو كان متجوز ولا لا، بس يعني المصدر كان بيقول انه مش بيحب نظريه التطور، والفكره انه كان مقتنع تماما ان الفرق ما بين الانسان والحيوان هي الروح. الفرق ما بين سامي والفرخه بتاعت سامي كان ان سامي عنده روح. بس ازاي بقى يثبت وجود الروح للمجتمع العلمي؟ الزميل مكدوغل قعد كده مع نفسه وقال ايه لو يعني الروح موجوده اكيد ليها وزن، مش كده؟ يعني المنطق بتاعه كان ان الروح عباره عن حاجه واي حاجه ليها وزن. طيب يبقى المفروض لو الروح سابت الجسم وزن الجسم يقل بمقدار
يساوي وزن الروح، وايه الحاجه اللي بتسبب خروج الروح؟ الموت. فبالمنطق ده قال لك انا هعمل الاتي، هجيب شويه ناس واقيس وزنهم عند لحظه الموت، ولو وزنهم فعلا قل هكبس داروين وام داروين. المهم فده اللي عمله بالظبط، جاب 6 مرضى عندهم امراض مزمنه وكانوا خلاص في اخر ايام حياتهم، وعمل لهم سرير في مكتبه محطوط على ميزان حساس، وقعد يبص على الميزان قبل وخلال وبعد الموت. الوزن طبيعي بيقل قبل الموت بمعدل حوالي 28 جرام في الساعة، وده بيكون نتيجة لتبخر العرق. ومكدوغل كان بيكتب كل الكلام اللي بيحصل. أنا عايزكم كده تتخيلوا معايا اللحظات الأخيرة قبل موت المريض. واحد من المساعدين بص على المريض، ومكدوغل بصص على الميزان، عقارب الساعة بتدق، وفجأة المساعد يقول لمكدوغل إن المريض مات. وعند اللحظة دي حاجة في منتهى الغرابة حصلت، الميزان قل فجأة بحوالي 21 جرام. الزميل مكدوغل كان مسبهل، اخيرا عنده الدليل. والفكره انه لما عمل نفس الاختبارات دي على الكلاب الوزن ما كانش بيقل، فده كان بالنسبه له دليل ان في حاجه بتخرج من جسم الانسان عند لحظه الموت، حاجه مش موجوده عند الحيوانات. هتكون ايه يعني غير الروح؟ والفكره ان ال21 جرام قلوا فجاه عند لحظه الموت بالظبط. فايه الكلام؟ وهوب دبل كيك، صحيفه نيويورك تايمز تنزل بالعنوان الصادم: Soul has weight, physician thinks. او يعتقد طبيب ان للروح وزن. ويا لهوي يا ضياء، مش عايز اقول لكم يعني الشقلبه اللي حصلت. بعد نجاح مكدوغل يقال انه قال ان الخطوه القادمه هي تصوير الروح، بس للاسف مكدوغل مات في 1920 قبل ما يكمل ابحاثه. السؤال بقى، هل الاختبار ده حاسم؟ يعني هل ده الدليل القاطع على وجود الروح؟ خلينا بقى كده ايه نلبس قبعه المنطق ونفكر مع بعض. اولا الاختبار ده اتعمل على 6 مرضى بس، وده مش دليل كافي لاستنتاج علمي قوي، خصوصا ان الست اختبارات كانوا بيدوا نتائج مختلفه اصلا، وحالتين وفقا لكلام مكدوغل نفسه ادوا نتائج غير منطقيه. ثانيا الوزن قل، بس هل ده كان بسبب الروح؟ يعني مكدوغل افترض ان ده الروح لانه كان بيدور على الروح، فطبيعي يعني منحاز شويه للاستنتاج ده. فيعني ملخص الكلام ده ان في علامات استفهام كتير على الاختبار ونتائجه، بس لو هنبقى حياديين فعلا فغريب جدا ان الحلقه دي بتتصور في 2018 ومحدش عارف لحد دلوقتي ال21 جرام دول كانوا ايه. هل روحك وزنها 21 جرام؟ هل الروح فعلا معموله من ماده ليها وزن؟ هل في اختبار علمي حقيقي يساعدنا نقيس الروح؟ بس قبل ما نختم، في نظريه اخرى عن الروح عايز اتكلم عنها. النظريه دي مطروحه من سير روجر بنروز، وده يعني يا جماعه راجل عبقري بمعنى الكلمه، سواء في شغله في النسبيه او شغله مع ستيفن هوكينج في الثقوب السوداء. المهم هو واحد اسمه ستور هامرهوف طلع بحاجة أنا سميتها النظرية الكمية للروح البشرية. النظرية دي بتقولك إن جوه الخلايا العصبية في مخك في بروتينات اسمها مايكروتوبيولز، والمايكروتوبيولز دول عبارة عن أجهزة كمية بتستخدم قوانين ميكانيكا الكم في إنها تتحكم في مخك وجسمك، اي انها بتقوم بوظائف الروح. وفي اختبار اتعمل في 2013 يساند النظريه دي. احنا خلصنا خلاص، بس في حاجه اخيره عايز الفت انتباهكم ليها قبل نهايه الحلقه. في نوع من الفن اسمه اكسبرشنزم انتشر في القرن ال19 والقرن العشرين، وفي النوع ده من الفن الرسام كان بيحاول يجسد مشاعر واحاسيس الشخص في صوره قد تكون مخالفه للظاهر، كان بيحاول يرسم ما قد نسميه الروح. وبالرغم من الكلام الكتير عن الروح في العلم والفلسفه والفن، لو في اخر الحلقه دي سالت هل العلم وجد تعريف للروح البشرية؟ فالإجابة لا. وبالرغم من التقدم العلمي المهول، عدم قدرتنا إننا لحد النهاردة نلاقي الروح يدعو للسؤال، هل إحنا المفروض نلاقي الروح؟ أنا عارف إن ده سؤال غريب، بس سؤالي يستحق التفكير في رأيي. هل الروح من الحاجات اللي عمرنا ما هنعرف نكتشفها؟ هل لو اكتشفنا الروح الديانات هتبدأ تدخل في صراعات مع بعض؟ تفتكر إحساسك إيه وروحك بتتقبض؟ بس حتى لو ما عرفناش نطلع بتعريف للروح في الحلقة دي، افتكر دايما ان الخير بيخلي روحك تنور، ودي حاجة مش محتاج اي علم عشان تعرفها، وكالعادة لازم ننور الضلمة. Peace out. God. خلصنا freedom. Ah, so hot. اضحك للكاميرا. والفكرة انه لما عمل نفس الاختبارات دي على الميزان، والفكرة ميزان حلو اللون اللبني ده عليا، مبين عينيا. مبين ايه ده؟ رد موبايله بيرن. رد؟ ايوه مين؟ روح رد. هو في الحمام، قال لك هيكلمك بعد الحلقة. بس حتى لو معرفناش نطلع بتعريف للروح في الحلقة دي، لو عايز تعرف بجد انت ليك روح ولا لأ، ما تنساش تعمل لايك وشير للحلقة دي وسبسكرايب لو انت على يوتيوب. شكرا، وكالعادة لازم ننور الضلمة. Peace out.